السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة مشروع تاع التهيئة نتاع الواجهة البحرية على مستوى منطقة أرديس، إذن ما هو الفضاء المقابل لجامع الجزائر، وكذلك على مستوى عمارات نتاع الجزائر المدينة، إذن على مستوى المنطقة لما يسمى بالمازلة، واللي يتم حاليا إنشاء طريق ساحلي مزدوج على طول الساحل، اذا انطلاقا من برج الكيفان الى منطقة الصابلات. اذا كل هذه المنطقة فيه طريق ساحلي، اذا قيد الانشاء. وهنا نشوف بعض الصور في هذه في هذا التقرير. خليكم تتابعوا الفيديو حول زيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة لأشغال التوسعة والتهيئة نتاع الساحل على مستوى إذن الواجهة نتاع جامع الجزائر إلى حدود منطقة برج الكيفان. خليكم تابعوا الفيديو ما تبقى منه، والسلام عليكم. Gracias.